ارتحيتوا تبرعتوا ليا بالسياحه الايكولوجيه في اي تباها؟ كنظن اليوم راكم واجدين باش نكملوا طريق لتفراوت، نتساراو في وسط صخورها العملاقه، دواورها التقليديه وويديانها، هادشي كله كتر كيتسناكم اليوم في تفراوت. وباش تجيو لتفراوت عندكم 160 كيلومتر تقريبا من مدينه اكادير على الطريق الجهويه 105 اللي كدوز على ايتباها ايدا وكنيديف، والمركوب كاين نيشان في الكار في الطاكسيات كبار ابتداء من 50 درهم للبلاصه، ومن غير اكادير تقدروا تجيو على طريق تيزنيت في 100 كيلومتر تقريبا. قبل ما تدخلوا لتفراوت ب 5 كيلومتر، اول موقع كنصحكم تزوروه هي لافالي امن. غتخليو السياره في الدخله ديال الوادي وغتكملوا على رجليكم في وسط جنانات ديال اللوز واركان والزيتون. وفي وسط لافالي بغيتكم تكتشفوا حتى الدواور التقليديه اللي مبنيه بهندسه معماريه امازيغيه حره، ومن هاد الدواور عندكم ايمينتيزارت وومسنيت. ومن لافالي امن غتهزو السياره وغتكملوا الفيلاج تفراوت اللي غتبان لكم الديور فيه مبنيه على سفوح جبال الجرانيت الوردي بواحد الانسجام طبيعي كيبهر. وإلا كنتو بغيتو تعرفوا على هندسه معماريه لدوار عصري، كنصحكم تمشيو لفيلاج اكرودات اللي في طريقكم ليه غتير انتباهكم واحد التشكيله صخريه الا حققتو فيها مزيان غتبان لكم بحال الشكل ديال لو شابو د نابوليون. ومن شابو د نابوليون غتزيدو تكملوا لمنطقه الصخور الملونه اللي كترجع فكره صباغتها لواحد الرسام بلجيكي من 1984، وما نحتاجش نوصيكم تصاور كيفاش كيصدقوا هنا. وحتى تصوروا على خاطركم في الصخور الملونه كنصحكم تكملوا لافالي ايت منصور اللي الا مشيتوا ليها في الخريف غتلقاوها كلها بجنانات ديال التمر. كأنشطه في تفراوت كنقترح عليكم تكريو ان في تي تي من سونتروفيل ابتداء من 80 درهم النهار وتجيو به حتى لي غوشيبان وتساراو به على النواحي ديال المدينه. من غير هادشي عندكم حتى لا غوندوني اللي تقدروا ديروها في وسط لافالي امن او في وسط لافالي ايت منصور. وما حدكم في وسط لافالي امن وفي دوار ام سنات كنقترح عليكم تزوروا المتحف الامازيغي او الدار التقليديه كيف كيسميوها تماك، وسيغ بلاس تقدروا تساراو فيها تشربوا اتاي وتصوروا من اللبسه الامازيغيه ابتداء من 25 درهم الواحد. وتفراوت مشهوره حتى بصناعتها التقليديه، في سونتروفيل غتلقاو محلات كيبيعوا الدوم، اكسسوارات وبعض المنتوجات المحليه بحال اللوز، ارغان، زيت الزيتون وغيرها، وحتى التعاونيات كتسوق لهذه المنتوجات. ملي تبغيو تاكلوا عندكم مطاعم شعبيه في وسط تفراوت، عندكم لي ريستورون ديال دور الضيافه، اولا تقدروا تغداو شي لابيتون كيف ما يمكن لكم تجيو حتى لافالي ايت منصور. وبالنسبه للشهيوات اللي بغيتكم تجربوا عندهم العصيده، خبز باللوز، وبطبيعه الحال طواجن، والاثمنه فراه كتبدا من 25 درهم الواحد. اما بالنسبه للمباته عندكم الاختيار ما بين ديجيت دي ميزون دوت دي زوتيل اولا شي لابيتون، والاثمنه فراه كتبدا غير من 60 درهم وكتختلف على حسب لو ستاندينغ، كيف ما يمكن لكم ديروا حتى ان كامبينغ في وسط لافالي. قبل ما نودعكم بغيت غير نقول لكم باللي تفراوت كيتنظموا فيها جوج المهرجانات اللي بغيتكم تحضروا ليهم، ديال تفاوي الفنون الشعبيه اللي كيكون في الصيف، ومهرجان اللوز اللي كيكون في شهر 3. ايوا ما تنسيوش تشرو معكم اللوز. تبقاو على خير. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحه.